تحرير من صنعاء بقلب الطاولة على التحالف. وإلى التفاصيل، وجه مسؤول في حكومة صنعاء تحذيرا إلى تحالف العدوان السعودي الأمريكي بقلب الطاولة على دوله ردا على المماطلة في الجنوح للسلام. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تدوينة له على إكس في ليلة 26 من مارس: ما تركنا أراضينا المحتلة وما نسيناها، وهي بكل لحظة تعيش في قلوبنا، وحاليا نتواجد في كلها مثل سيل الليل. مضيفا: أنصح كل الخصوم بالجنوح للسلام، ولا أنصح أحدا باستفزاز قيادتنا أكثر من اللازم، لأنها بشعبها وقبل ذلك بحول الله وقوته قادرة على قلب الطاولة ومفاجأة الجميع. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.